مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. نتواصل معكم في مجموعه من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. يوم سيكون موضوعنا حار جدا، موضوع برائحه الدخان، موضوع بالكوارث الماديه والمعنويه وكوارث في الارواح. فبعد اسابيع من حريق التوفيقيه في وسط البلد اللي كلف الملايين، نجد عماره كامله تشتعل على الدائري بفيصل. هذه العمارة أو هذا الاشتعال بسبب مصنع للأحذية مخالف في هذه العمارة، وأرواح الكثيرين تعرضت للخطر، والحمد لله لم يحدث أي خسائر في الأرواح ولكن خسائر في الممتلكات كبيرة. نحن نتحدث عن عمارة 13 دور، في كل دور 9 شقق، يعني بنتكلم على عدد كبير جدا. اذا تحدثنا عن 10 ادوار، في 3 ادوار بيستخدمهم المالك للمصنع والمخازن، احنا بنتكلم على 90 شقه، 90 اسره ربما تكون، او من المؤكد انها شردت بعد هذا الحريق، بالاضافه الى الخسائر الماديه التي سيتلقاها كل صاحب اسره من هذه في هذه العمارة، بسبب طبعا غياب الضمير وبسبب عدم وجود احتياطات سلامة وأمان، بسبب أيضا مخالفة ربما للعقار، وربما أيضا بالإضافة إلى مخالفة لوجود مصنع عرض في منطقة سكنية، عرض هذه المنطقة وأرواح القاطنين فيها للخطر. ليست هذه المرة الأولى، العشوائيات في مصر ليست عشوائيات في البناء فقط، ولكن أيضا عشوائيات في توزيع مثل هذه المنشآت، المصانع المخلفة، الورش، المحلات غير ليس بها أجهزة أمان وسلامة مهنية. سنتحدث عن هذا الموضوع، ونتمنى أن تستمعوا إلينا وأن نتخذ الإجراءات السلامة بشكل كبير قبل أن نفقد كثير من الأموال وكثير من الأرواح. سؤال حلقة اليوم سيكون كالتالي: بعد حريق عمارة فيصل، كيف نمنع تكرار تلك المآسي؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم، أعيد عليكم مرة أخرى: بعد حريق عمارة فيصل، كيف نمنع تكرار تلك المآسي؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم المختلفة على همزة وصل اي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو السؤال: بعد حريق عمارة فيصل، كيف نمنع تكرار تلك المآسي؟ همزة وصل اي جي هو عنوان الموحد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اتمنى واحب ان اسمع تعليقاتكم وارائكم المختلفة، ودعونا نبدأ بتحليل هذا الموضوع. وينضم الي عبر الهاتف الدكتور حمدي عرفة، استاذ الادارة المحلية. دكتور حمدي، تحياتي. تحياتي لسعادتك حسام بيه والسادة المستمعين. يعني دكتور حمدي، حضرتك في مقالات اتكلمت وفي اماكن تانية اتكلمت على فكرة الاماكن المخالفة، واتكلمنا على الورش، مش عايزين نقول مصانع تحت بير السلم لان هي ما بقتش تحت بير السلم، يعني بنتكلم على اماكن ليس فيها اشتراطات سلامة، اماكن في مصانع حاجات يعني كلها مسببة اما للحرائق، في ماس كهربائي، اما ما فيهاش اماكن سلامة وموجودة في وسط مناطق سكنية. الملف ده كبير جدا، تحب نبدا منين؟ انا بحيي حضرتك على هذا السؤال، لان هو فعلا لب الموضوع اللي ممكن نطلع منه بتوصيات للحكومه هتصب في صالح المواطن والوطن في نفس الوقت. البدايه تبدا بالتشريعات. انا حضرتك لما كنت موجود خارج مصر، مش عايز احدد مدن مثلا دوليه، كان بلاقي 170 جنسيه بمختلف انواعها، معلش مع كامل احترامي، الغوغائي والعشوائي والملتزم والمتحضر، كلهم بيحكمهم قانون واحد وكانوا ملتزمين. فاللي بيحكم العلاقة بين الحكومة وبين المواطن والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص هو وجود القانون. إذا غاب القانون دي هتبقى فيها مشكلة كبيرة، وهنقول مين المسؤول، وعندي 5 جهات مسؤولة. طب اسمح لي يعني أدوس على زرار معين هنا، إحنا بنتكلم على القانون، إحنا عندنا قوانين كتير والقانون موجود، ولا حضرتك قصدك تطبيق القانون؟ هو حضرتك اقصد حاجتين، الجزء الثاني اللي سعادتك ذكرته هو تطبيق وتفعيل قانون، اتفق مع حضرتك تماما. نعم. والجزء الاولاني تعديل بعض التشريعات. يعني انا مثلا عندي البدايه في موضوع اي موضوع بقى، سواء عقار فيصل او بنتكلم على التوفيقيه، وشفنا في السنين اللي فاتت وفي عقارات كثيره بتتحرق في 27 محافظه والاعلام ما عرفش عنها حاجه بسبب
يعني صعب احصائها يعني. نعم. ده راجع لعدم الرقابه المشدده من قبل الاداره المحليه ممثله في رؤساء الاحياء ومراكز المدن لعدم ادخال التكنولوجيا، عدم تعديل القانون رقم 119 لسنه 2008 اللي هو قانون البناء الموحد. نعم. القانون ده في مواد زي ما سعادتك ذكرت تحتاج الى تفعيل، وبرفع للقائمين عليها القبعه، في مواد معيبه جدا جدا جدا. من اهم تلك المواد ازاي نسمح، مش هقول مصانع، المصانع دي لازم يطلع لهيئه التنميه الصناعيه ولازم وزاره الصناعه تكون داخله في الموضوع ووزاره البيئه. طبعا اقامه اي مصنع داخل اي كتله سكنيه مخالف بنسبه 100%، ولكن ابسطها للساده المسؤولين. هي الموضوع ما بيبقاش مصنع، هي بتبقى ورشه صغيره وشويه شويه تكبر ويبقى عندها مخازن، هو مصنع صغير بس يعني هم بيقولوا عليه ورشه، يعني ما هوش مصنع يعني بالمفهوم المتعارف عليه يعني. بالظبط. انا حضرتك عندي تجربه جميله جدا عملتها الحكومه، عندي 54 مدينه جديده الدكتور مصطفى مدبولي استلمها 24، دلوقتي شغال في 30 مدينه جديده، انتهى من 25 ولسه له 5 مدن جاري استصلاحها وجاري تعميرها. فانا عندي بيبقى موجود جميع الورق، حتى المحال التجاريه ما فيش في المدن الجديده، مدينه العبور، مدينه الشروق، 6 اكتوبر، مدينه بدر، العاصمه الاداريه، لا يوجد محل تجاري تحت اسفل عقار. انا شفت الكلام ده في دبي، شفناه في لندن، شفناه في نيويورك. القانون المحال التجاريه اللي هو رقم 145 لسنه 2019 اللي هو المفترض ان هو ينفعل على مستوى عالي في الوقت الحالي، قانون جميل جدا بس في عيوب. ازاي تسمح لاصحاب الورث ان هم يقننوا اوضاعهم تحت العقارات السكنيه؟ فانا بقول لمجلس النواب ممثل في لجنه الاداره المحليه، سرعه تعديل القانون رقم 154 لسنه 2019 اللي هو قانون المحال، وبقول للجنه الاسكان في نفس داخل مجلس النواب سرعه تعديل القانون رقم 119 لسنه 2008 اللي هو القانون البناء الموحد. نعم. لان هؤلاء الناس يقدر يتحجج قانونيا ان هو من حقه اقامه مثل هذه المحال التجاريه. نعم. انا حضرتك اذا امن، اذا اي انسان امن العقاب اساسا. صحيح صحيح. طيب خلينا اقف عند النقطه دي يا دكتور حمدي، وارجوك ابقى معي، وانضم الي الاستاذ دكتور رجب مجاهد عميد كليه الهندسه بشبرا السابق. استاذ دكتور رجب تحياتي في البدايه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني خلينا نحتكم للراي الهندسي بدايه، ايه السبب في مثل هذه الحرائق في العمارات؟ يعني المفروض ان العمارات بعيده عن فكره ان هي او بتكون بشكل ما هندسيا مؤمنه، ولكن العمارات العشوائيه في المناطق العشوائيه طبعا، واحنا دايما بناكد على فكره ان القياسات الهندسيه طول العمارة ما يعديش مرة ونص طول الشارع اللي حضرتكم بتقول عليه، ايه السبب في ده كله؟ الحقيقة طبعا قانون البناء لما بتحط بيحط الاشتراطات، بيبقى من ضمن فلسفة وضع القانون اول حاجة تأمين الممتلكات والارواح. نعم. وبالتالي بتلاقي ان في اشتراطات مرتبطة بارتفاع المبنى وعدد الادوار، بتشترط ان الحماية المدنية بتتحط اشتراطات معينه بتامن الظروف اللي بتحصل زي الحريق. يعني لو لا قدر الله حصل حريق في منطقه، لازم عربيه المطافي تقدر تدخل، لازم عربيه مطافي بمواصفات معينه، عشان لو الشارع ضيق ما تبقاش العماره طويله قوي ما تقدرش تدخل لها سلم. يعني الاشتراطات دي برضو الناس اكيد عارفاها يعني شويه. طبعا هو اول حاجه الاشتراطات بيبقى فيه شبكات حريق جوه المبنى نفسه بتامن عمليه الاطفاء من داخل المبنى قبل ما الحمايه المدنيه بتوصل، وده بيبقى تامين للارواح والممتلكات. نعم. نمره 2 كمان بيبقى في الاشتراطات اصلا في المناطق المخططه بيبقى عروض الشوارع بتسمح بدخول عربيات الاطفاء، وبيبقى في حنفيات حريق متوزعه بشكل معين، لكن طبعا الكلام ده في المناطق اللي هي بيتم البناء عليها بشكل عشوائي او في غفله من القانون لا تراعى هذه الاشتراطات، وبالتالي لما بتحصل حوادث بتبقى كارثيه زي ما شفنا بهذا المنظر. نمره 3 ان برضو القانون بينظم عمليه ما يسمى بالاستخدام، يعني بيبقى المبنى لو هو سكني. نعم. اشتراطات الحمايه المدنيه مختلفه عن لو كان في جزء تجاري او اداري او في استخدامات معينه. طب خليني اشاركك يا دكتور، يعني بهاجس عندي كده فكره الاشتراطات الحمايه المدنيه، الناس لما بتيجي تتكلم، انت لما بتيجي تروح تشتري شقه في اي عماره، مش المقاولات اللي هي
عمارات اللي الناس بنياها عادي يعني ما بتلاقيش الاشتراطات، حتى في العمارات العادية لشركات بنياها ما بتلاقيش اشتراطات، او انا كرجل عادي هروح ما معيش دفتر عشان امشي على الاشتراطات، في حنفية حريق، في مش عارف اجهزة انذار دخان، الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاماكن العالية جدا، لان دي بتكلف تكلفة تانية عالية جدا وما زالت تكلفتها عالية عندنا. بص حضرتك، اساس فلسفة وضع القانون هو تنظيم عملية البناء وبالتالي الردع لكل من هو يعني بتسول له نفسه انه يخالف القانون، لان دي مسألة ارواح. صحيح، ارواح وممتلكات. في الجزء اللي هو بيبقى تحت بصيرة الدولة وبيتم فيه تراخيص، هو بيحصل على رخصة البناء في الاول، وبعد كده بتنزل ناس متخصصة منهم ناس من الحماية المدنية. لا قبل التشغيل بيحصل على رخصة التشغيل لما بينزل ويراجع التصميمات المقدمة. نعم. ومنها رسومات بيكون تم الموافقة عليها في الجهات المختصة زي إدارة الحماية المدنية، وبالتالي بينزل المختص بيراجعها عشان يجيز المبنى للتشغيل. لكن هي المشكلة هنا في ان الناس دي بتبني اصلا على مناطق ما هياش، نعم، يعني ارض ما هي سليمه، اما ارض املاك دوله او ارض كانت عنده لم يحصل على التراخيص، وبالتالي هو بيخالف بيضرب بعرض الحائط كل الكلام ده، لان اساس البناء مخالف مفهوش. نعم. مش مطابق للارتفاعات ولا الفراغات. لا، بيستخدموا كمان مواد لتسريع الجفاف الاسمنت. يعني احنا يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها عندنا بدرومات بتبقى تستخدم ورش او مصانع او ما شابه، بتبقى مخصصه جراج للسيارات. صحيح صحيح صحيح. ويمكن دلوقتي ان شاء الله في القانون اللي هيصدر جديد قريب جدا، لازم هو الفكره بس مش وضع نصوص قانون، لكن برضو التطبيق. التطبيق، حته التطبيق دي، لان يعني ما ينفعش ان الناس دي لازم يبقى في رادع لها. صحيح صحيح، انا مع حضرتك في ده، يبقى رادع يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. صحيح، نتمنى طبعا يا دكتور ان القانون الجديد زي ما حضرتك بتقول يراعي فكره التطبيق اكتر من فكره ان انا بوضع اشتراطات. انا بشكرك استاذ دكتور رجب مجاهد عميد كليه الهندسه بشبرا السابق، شكرا جزيلا، وعود دكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه. يبقى احنا يا دكتور حمدي وصلنا برضو مع الدكتور رجب ان احنا عندنا قانون وعندنا قوانين بنعدل فيها، لكن فكره الاشتراطات، يعني عماره زي ديت لما جت الجهات المسؤوله لقيت ان هي مبنيه على ارض زراعيه، لقيت ان هي مخالفه للادوار. طبعا المعلومه اللي وصلتني الان ان هي كانت 104 شقه، الواضح ان الباقي كان مخازن وغيره، وان كان فيها 9 اسر فقط، ولكن بقيه العماره كانت محجوزه لصاحب العقار. فلكن انا برضو بتكلم، لو احنا افترضنا ان بلاش 104 شقه، لو اتكلمنا على 90 شقه بس، بلاش 90 أسرة، 45 أسرة، لو احنا ضربنا كل أسرة في 4 انفار، يعني احنا بنتكلم على 200 فرد كانوا ممكن يتعرضوا للموت. ازاي اطبق فعلا الاشتراطات وارجع لي التطبيق الفعلي على الارض يا دكتور حمدي؟ هو اتفق مع سعادتك حسام بيه زي ما حضرتك يعني اشارت، وسعادة العميد تتكلم عن كلام مهم جدا. هو طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بيقول اللي هيبني برج لازم يكون قد عرض الشارع مره ونص. نعم. الاشتراطات الجديده اللي طلعها مجلس الوزراء قال الحد الاقصى 6 ادوار، ما فيش حاجه اسمها 15 و20، ما عدا في المناطق زي مثلا شارع 90، المناطق اللي في العاصمه الاداريه اللي هيبقى ليها طابع سياحي. ده الاشتراط الاولاني. الاشتراط الثاني بتقدم المواطن للاداره المحليه ممثل في الاداره الهندسيه بعد ما بيعدي على خدمه المراكز التكنولوجيه. نعم. يعملوا معاينه تخطيطيه، بعدين معاينه تنظيميه، وبعدين بقى اللي جاي تحت مليون خط بيخش الدفاع المدني، ينزل يعمل معاينه غير معاينه الاداره المحليه. بيسدد المواطن تقريبا رسم رمزي كده حوالي 1500 جنيه، وبيشترط الدفاع المدني لا يتم ايصال كهرباء لاي مبنى، ده طبقا للقانون 119/2008، الا بعد وجود طفايات حريق، الا بعد وجود غرفه صغيره زي غرفه الكهرباء في عمليه في البرج. بعد كده بيستكمل المواطن عمليه ادخال الكهرباء وصلاء المبنى الى اخره. انا حد معلوماتي
ان الملف ده ملف كبير جدا، خاصه زي ما حضرتك بديت في مقدمه حضرتك القويه. يعني انا شايف ان 3 مليون و240 الف عقار مخالف على الاراضي غير الزراعيه، نعم، مع 1,900,000 حاله تعدي على الاراضي الزراعيه. تمام. 5 مليون احسن بيه، وده تبقى للبيانات وحمايات حكوميه. ارجو من الادارات المحليه مراجعه هذا الملف، وخليني بقى اتكلم بمنتهى الشفافيه، لن يتم الاسراع في احكام هذا الملف الا بادخال التكنولوجيا من خلال تدريب العاملين في الادوات المحليه، من خلال تفعيل القوانين. حتى حضرتك مفاجاه من الماده 99 حتى الماده 105 من القانون 119 سنه 2008 يتم ازاله العقار المخالف على نفقه المالك. لم يحدث على نفقه المالك، على نفقه المالك. لم يحدث. انا هنا ما اتحدثتش على الصور. طيب خليني اشاركك في نقطه، عشان حضرتك بتتكلم على فكره الرقابه والمتابعه وغيره، المحليات والجهه المسؤوله عن فكره المتابعه السلامه المهنيه اكتشفنا ان هم ما بيعينوش من 2012 تقريبا موظفين، وما عندهمش موظفين لان اغلب الموظفين طلعوا معاشات. غير فكره ان انا يعني اسمح لي ان انا اتكلم فيها، دايما احنا بنتكلم فيها على موضوع الجهاز الاداري للدوله وفصل مقدم الخدمه عن طالب الخدمه، هي فكره المخالفات او فكره الرشوة أو فكرة الفساد، عايزين نبعد ده عن ده. يبقى حضرتك فكرة إدخال التكنولوجيا هتبقى إزاي؟ سريعا أرجوك. طيب أنا بقي حضرتك، لأن كلام حضرتك مهم جدا، كلام علمي وتطبيقي في نفس الوقت. يعني بس قبل ما أجاوب على السؤال ده فقل من نص دقيقة، أنا بس بقول إن الدولة كان لا تستهدف اللي هم صغار المخالفين، يعني طبعا لأسباب اقتصادية واجتماعية سابقة، ولكن تحدث الدكتور مصطفى مدبولي قبل كده لما كان في المحطة اللي قال يا جماعة احنا بنستهدف اللي هم الحيتان، الناس اللي بتبني مخالف، الناس الأخيرة. أرجع لموضوع الجهاز الإداري للدولة، أنا عندي 5,400,000 موظف شغالين في 27 محافظة. نعم. طبعا دكتور حمدي خليني بس اعلق على الصورة اللي موجودة قدامنا، طبعا احنا شايفين دي الصور المباني الحديثة اللي بتبنيها الحكومة بمواصفات محددة، شايفين المسافة اللي بين كل عمارة، شايفين مراعاة الجيرة في مناطق زراعية ومناطق جناين في النص، دي المواصفات اللي احنا بنتكلم عليها عشان سكن آدمي اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، واللي شفناها في الأسمرات 1 و2، واللي شفناها في اسكندرية، واللي شفناها ان المباني دي معمولة بشكل هندسي وبشكل مراعي للمواصفات كلها، مش عشان راحت بس الناس، عشان حماية لأرواحهم وغيره. اتفضل يا دكتور حمدي. كان لازم انوه برضه عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنعرض اي فيديوهات وخلاص. يعني اتفق مع حضرتك تماما ان احنا دلوقتي عندنا احكام دي زي ما حضرتك اشرت ضمنيا، عندنا 54 مدينه جديده زي مدينه الشروق والعبور والعاصمه الاداريه مخططه تخطيط عمراني يضاهي دبي ولندن نيويورك، اقصى ارتفاعات 4 ادوار. نعم. ولا حتى محاله، مش بقول سعادتك ورشه، لا يوجد محال موجود في المدن الجديده اسفل في منطقه زي منطقه ماركت معينه او سوق معين كده بشكل معين موجوده في بتخدم كل مجموعه سكنيه. نعم. تماما. وده بيدعوني بقول لمجلس النواب ممثل في لجنه القوى العامله سرعه. نعم. تعديل القانون رقم 81 لسنه 2016 اللي هو قانون الخدمه المدنيه. نعم. لان احنا شفنا ليس في السلامه المهنيه بس في نقص في الموظفين، انا عندي في نقص في الموظفين موجودين كمان في الوحدات الصحيه اللي كنا بنتكلم عن صحيح الحكومة صحيح الى اخره. فاحنا بنقول ايه؟ في حلين عند الحكومه، وانا بوصي الحكومه بالاتي: يا اما فتح الباب مره اخرى باعداد محدده وبينسقها تنظيم الاداره، يا اما عندي استراتيجيه ثانيه اعاده توزيع الموظفين مره اخرى. يعني سعادتك، نعم، عندي مثلا مجموعه من المحامين موجودين في المحليات، افرض هو عايز يشتغل في وزاره العدل، عندي بعض الاطباء موجودين اللي هو الاماكن المكتظه بالموظفين نبدا نحولها على الاماكن غير المكتظه. انا بشكرك دكتور حمدي، وطبعا الملف كبير جدا، بشكرك على مشاركتك معانا، شكرا جزيلا. دكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه، وانضم الي الدكتوره هدى عبد العليم استشاري السلامه والصحه المهنيه. دكتوره هدى تحياتي. تحياتي يا فندم، اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك. يعني اسمحي لي اشاركك في البدايه، الاجانب الوقتي بيقولوا سيفتي از نو اكسيدنت، يعني السلامه ما يكونش فيها حوادث نهائي، مش مجرد ان انا زي ما بنقول دلوقتي سيفتي فيرست، يعني السلامه اولا
وممكن يحصل حوادث. لا، هم فكرة السلامة عندهم ان ما يحصلش ولا حادثة ولا حتى بسيطة. وبنشوف المحلات حتى اللي داخل لازم نحط علامة صفراء ان المنطقة دي مبلولة، يعني عندهم اشتراطات سلامة مهنية. احنا لما بنيجي نتكلم على محلاتنا العادية او بنتكلم على ورشنا، حتى اطفاء الحريق اللي هو الاساسي ممكن نلاقي شوية طفايات، ولو لا قدر الله حصل حريقة نيجي نجري عليها نستخدمها نلاقيها مش شغالة. عند حضرتك حق في كل كلمة قلتها، وعجبني جدا بداية حضرتك في الموضوع ان قلت ان احنا لازم نتعلم من الحوادث اللي بنمر بيها. نعم. اللي حضرتك قلته ده وكأنك متخصص سلامة وصحة مهنية بالظبط. اشكرك. لان هو ده علم السلامة، التحقيق في الحوادث وتحليلها. الهدف منه ان احنا نتعلم من اخطائنا. نعم. ونصلحها ونحط حواجز مشددة ان احنا نمنع التكرار. نعم. عايزه بس يعني اعمل اسقاط على الحادثه، الموضوع الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه والدكاتره الفاضلين اللي قبلي افادونا بمعلومات رائعه. عايزه نقول بقى حضرتك احنا تحليل الحادث ده هنطلع منه بايه؟ بدايه طبعا الدكتور حمدي عارف الكلام اللي انا بقوله، ان معظم المصانع اللي كانت في البدايه ورش في الاصل، المصانع اللي بيحصل فيها الحوادث والحرائق دي بيسموها مصانع بير السلم. معظم المصانع دي محدش يعرف عنها حاجه. صحيح. المحليات نفسهم ما نعرفش عنها حاجه. المنظر الرائع اللي حضرتك جبته، الحكومه عامله عمارات رائعه على اشكال هندسيه وبمعايير رائعه، بس تخيل حضرتك في حي زي مثلا زي بشائر الخير عندنا في اسكندريه، انا في محافظه اسكندريه، تم واحد اخذ شقتين وفتحهم على بعض وراح عاملهم برضه مصنع احذيه، وراح واخد الشقه اللي فوقيه وعاملها مخزن. وطبعا لك حضرتك لك ان تتخيل ايه الاحتياطات بتاعت مصنع الاحذيه من تنر وكله والمواد الكيميائيه الخطره ذات خطوره. طب هي مش المفروض بشائر الخير دي عليها مراقبه لان هي دي تبع جهاز اداري، فالمفروض عليها مراقبه ومتابعه لل انا بدي لحضرتك مثال. نعم. المراقبه والمتابعه مش هيتعين من المحليات موظف على كل عقار. صحيح. ولكن لازم دور للمواطنين نفسهم. انا بناشد حضراتكم طبعا بثلاث محاور. اول محور حضراتكم كاعلام ننشر وعي السلامه، نقول للناس خاف على نفسك. في دلوقتي خط ساخن اعلنته رئاسه مجلس الوزراء موجود. نعم. في كل محافظه، يعني في اسكندريه 16/5/28. ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. نقول للناس ساعدونا، ساعدوا الجهات الرقابيه، لما تلاقي عندك حاجه زي كده خاف على نفسك وعلى اولادك وبلغ. طب خليني اشاركك بحاجه تانية، يعني ده بعيدا بقى عن اشتراطات الحريق وغيره. انت عمارات كتيره دلوقتي، انت حتى العمارات الجديده اللي بتتبني، ما بتكلمش على بتاعه الحكومه اللي ليها اشتراطات خاصه، بتكلم على اللي بيبني عماره عاديه. الوقت لما تروح تشتري تلاقي الاسانسير بعد شهر بعد اتنين الاسانسير بدا يتهز، تلاقي المواد المستخدمه في الاسانسير عايزه تتصلح، تبداي مش عارف ترجعي تاني. وهو ده المحور الثاني. الله ينور على حضرتك. يعني افرض الاسانسير ده وشفنا حوادث زي كده، باب عطلان، ولد مش عارف حصل له ايه، واسانسير وقع بناس. حصل يا فندم. صح. حصل. فين الاشتراطات بقى في الحاجات دي؟ والناس هتقول لك اصل احنا لو جينا نجيب الاسانسيرات اللي باشتراطات دي غاليه جدا على فكره الاسانسيرات العاديه. هنا برضو اسمح لي ان انا ادخلك في نقطه فكره ان انا بدفع فلوس زي جمارك او غيره او ضرائب على حاجات المفروض ان هي تكون ببلاش، زي مثلا السيارات الاير باجز ديت في كل دول العالم ده اساسي، انا ما اقدرش اشتري سياره من غير ما تكون الاير باجز فيها. ليه هنا ما ساعدش الحكومه ما تساعدش في ده؟ طيب كل ده رائع وجميل، واللي عايز اقوله لحضرتك برضه هنرجع لنقطه الرقابه بقى. الرقابه اتعمل المبنى واتعمل بالاسانسير مخالف واللي حصل والناس دلوقتي كانت عامله ثوره ضد قانون المصالحات. لا بالفعل ده قانون المصالحات دلوقتي هيفيدنا في الحوادث اللي حضرتك بتقولها دي. احنا يعني انا بطالب ان يكون في لجنه مشكله من السلامه والصحه المهنيه والاداره الهندسيه والكهرباء عشان تنزل تعاين قبل ما تدي المصالحه. نعم. تعاين الاسانسيرات زي ما حضرتك بتقول، تعاين اشتراطات الحريق، تعاين اشتراطات الكهرباء. اللي حصل في الحريقه بتاعت الدائري كان بسبب مس كهربائي، لا لازم يكون في اللجنه دي استشاري كهرباء. اللي حصل نتيجه وجود مواد كيميائيه، يبقى انا لازم مسؤول سلامه وصحه مهنيه في اللجنه. يبقى هو ده ميزه موجوده عندي اقدر اطبقها واستفيد بيها بقانون المصالحات اللي الناس زعلانه منه. لا احنا هنيجي نامن لك مكانك وهنقول لك ايه الاشتراطات المفروض تتوفر لحمايتك وحمايه اسرتك. نعم. وبرضه نرجع تاني نقول نقطه التفتيش، يعني ده من خلال المصالحات. تفتيش السلامه والصحه المهنيه مهم جدا حضرتك. طيب هنا تفتيش السلامه والصحه المهنيه، انا كنت بكلم دكتور حمدي في النقطه ديت. فكره ان العدد قل جدا. هل احنا مثلا محتاجين جهه مستقله، هيئه مستقله تساعد في ده؟ والله يا فندم ده نتمنى بذلك، ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان بعض الناس ما بتتعين
السلامة والصحة المهنية مهم جدا ومطلوب في القطاع الصناعي ومطلوب خارج مصر، فبيقدموا استقالة وبيقدموا أجازة بدون مرتب. ليه ما نعملش عقد مشروط؟ حضرتك هتتعين لمدة 5 سنين، ممنوع نهائيا إنك تاخد أجازة بدون مرتب خلال فترة العقد، ممنوع نهائيا إن أنت تستقيل خلال فترة العقد. والمهم إن أنا أديله مرتب كويس. بالظبط 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 كده. والتفتيش يكون في نظام حملات. في صدر قرارين من السيد اللواء محافظ الاسكندريه، بصراحه القرارين دول اجمل من بعض. اول قرار صدر قرار مشدد بالتفتيش على الاماكن ذات الخطوره فيما يخص السلامه والصحه المهنيه، وبالفعل السيد اللواء شكل لجنه من المحافظه ومن السلامه والصحه المهنيه والبيئه. انا بس في نقطه حضرتك، هم بيروحوا مصنع زي مصانع بير السلم يلاقوا الباب مقفول، ما عندهمش سلطه يكسروا الباب، ما عندهمش سلطه قضائيه ان هم يكسروا الباب. صحيح، الله ينور على حضرتك. العمال متوصيين بطيئة قضائيه لاي حد. فمن فضل حضراتكم نطالب ان يكون في عنصر امني من وزاره الداخليه مع حماية التفتيشيه. نعم. لان العنصر الامني هو اللي هيقدر يفتح الباب ده، بيفتح الباب ده بطريقته طبقا للقانون وعنده الصلاحيه لكده، والمفتشين يقوموا بدورهم، لان كمان مصانع بير السلم بيحموا نفسهم بعنصر البلطجه. فالمفتش غالبوه موظف هيروح يعرض للاصابه وللضرب وللعنف وهو رايح لوحده. لا، يا امن السلامه احسن. انا بشكرك دكتوره هدى عبد العليم، استشاري السلامه والصحه المهنيه، حطيتي ايدك على مجموعه كتيره من المشاكل اللي نتمنى تكون الرساله وصلت فيها ويتم حلها. طيب، دي كانت مجموعه من خبرائنا بنحلل معاهم هذا الموضوع. خلوني اسمع تعليقات المشاركين معانا، ضيوفي الاخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، همزه تواصل اي جي على الفيسبوك. مجموعه من التعليقات هقرا لكم الان هتنزل معايا. معايا محمد البدا: اولا تفعيل دور مهندسي الجوده والامان في المجالس المحليه والمواقع الانشائيه والاخذ بكلامهم في الاعتبار، ومن يخالف يلغى له ترخيص البناء فورا. ده تعليق. محمد الطوابق نوع عاشور: يجب تطبيق معايير دواعي الامن والسلامه، اتباع اجراءات وتعليمات اداره الدفاع المدني لمنع تكرار حريق عماره فيصل لتجنب هذه المآسي. دكتور عبد الراضي حجازي: لابد من وجود اليات في اطفاء الحريق في المباني الاكثر تجمعا او وحدات كما هو مقرر من الدفاع المدني وخزانات حريق، بالاضافه الى نقاط المياه المخصصه للحريق. كذا وجود امن سواء تقليدي او الكتروني، لابد من تطوير لسلامه المواطنين بالتقنيه الحديثه والمتطوره الالكترونيه، وميزتها تتعامل مع الحريق فور اشتعاله. حفظ الله مصر من كل سوء، امين يا رب العالمين. محمود الضوي بيقول: برايك بعد حريق كذا تمنع؟ ده السؤال بتاعنا. فبيقول: باساليب حديثه متطوره ومعدات مجهزه متطوره وتتمركز وتاهب ويقظه من قبل الحمايه المدنيه وتدريب وتاهيل العاملين على اعلى المستويات لتنفيذ المهمات على اكمل وجه والحفاظ على الارباح او الارواح والممتلكات الخاصه والعامه. معايا ايمن رمضان الانصاري: تفعيل دور الرقابه الاداريه على جميع ولا عزاء للفاسدين. معايا احمد يوسف الشافعي محامي: لابد ان تكون هناك اساليب حديثه في تشديد وبناء الابراج وتوفير الحمايه المدنيه وتجهيزها باحدث الاساليب المتبعه في العالم لتجنب حدوث ذلك مره اخرى. ناهد عبد الفتاح: السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا ما جعل من عمارة فيصل مشكلة وصلت لهذا الحد وتأخر إطفاء الحريق من البداية، وكذلك التخزين لمواد لها طبيعة خاصة، وهناك كثير من الاحتياطيات لمنع التكرار، ومنها معلش أنا آسف مش قادر، دي واحد أو حاجة زي كده. وجود جهاز اتصال في كل شارع مباشرة بأقرب جهاز إطفاء يمكن لأي فرد الإبلاغ عن طريقه. 2 تخصيص أجهزة إنذار لكل مخزن حال ترخيصه وربطه بمنظومة رقمية إلكترونية على أن يتم إرسال رسالة إلكترونية للجهات المختصة من الجهاز حال حدوث حريق دون تدخل أفراد. 3 أي مبنى يتم التصريح له بتخزين أي مواد لابد أن يتم إنشاء منظومة للإطفاء الفوري في نفس المبنى دون تدخل للأفراد. 4 تغريم كل صاحب عقار لا يقوم بالاحتياطات الأمنية لتأمين أي مخزن. 5 إنشاء منظومة رقابة بالكاميرات على كل المخازن تبع للجهات الأمنية. كل ذلك حلول قد تتناسب مع بعض الأماكن ويحتاج إلى تطبيقها كلها في بعض الأماكن. طبعا حضرتك كاتبة كلام كتير، أتمنى أن احنا نتابع ونشوف هذا الكلام فيها بعض الاشتراطات. وخلوني أرجع لضيوفي عبر الهاتف. مع المهندس راضي محمدين عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء. مهندس باشمهندس تحياتي. تحياتي ليك حضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. طبعا احنا بنتكلم في ملف مهم جدا، والاتحاد المصري للتشييد والبناء ليه دور مهم جدا. خلينا يعني في البداية، اي عمارة جديدة حتى ما فيهاش سلم طوارئ للحريق
يعني لو لا قدر الله حصل حريق ده غير يعني ده جزء، يعني فين بقى لما نتكلم بقى على اجهزه اطفاء محدثه، بنتكلم على اسانسيرات غير متوافقه مع المعايير، يعني بنتكلم على موضوع كبير جدا بيهم الاهل، بيهم الارواح، الممتلكات، حاجات كتيره جدا يا باشمهندس. اولا في البدايه حضرتك من الاشتراطات البنائيه المفروض من الاشتراطات البنائيه عشان مبنى يكون كامل وموافق للاشتراطات البنائيه ان لازم يكون في سلم حريق، ولازم تكون في منظومه ادفاء وحريق، ولازم تكون في حنفيه حريق رئيسيه لا تبعد عن المبنى 100 متر. وفي الاشتراطات حضرتك سلم الهروب زي ما حضرتك ذكرت ده مهم جدا عشان مواجهه الحريق. في حنفيه في دور ودور على السلم في المنتصف، في منتصف السلم لازم دي حنفيه وخراطيم توصل لكل حته. تصل طبعا ده في دور ودور، يعني في دور فاضي، يعني انت بتتكلم في دور ودور يعني معناها ايه؟ كل 3 متر في السلم كل 3 متر في الارتفاع دور ودور. وبتهيألي بعد عدد مساحه معينه او عدد شقق معينه بيبقى كل دور لازم فيه. يا فندم ده في كمان اشتراط اكبر من ده كله، ان لازم يكون في خزانات ميه في حاله انقطاع الميه، انقطاع الميه الرئيسيه اللي بره، يبقى عندي خزانات ميه تكفي للحريق، بحيث الحنفيات اللي موجوده على السلم نقط الاطفاء دي يبقى في مصدر ميه موجود، سواء الخزانات دي خزانات علويه تشتغل باي جرافيتي، يعني مش محتاجه مواتير لرفعها، يعني دائما تبقى زي خزانات الميه العاديه اللي فوق العمارات. ايوه دي اسمها، او تكون بترمبات ميه او بمولدات، او خزانات ارضيه، او خزانات ارضيه في الكلام. يا خزانات طيب كل ده بص يا باشمهندس، كل ده احنا عارفينه، وكل ده احنا بنتكلم عليه، وكل ده احنا الناس فاهماه والمقاولين فاهمينه. هو سؤال العيب هنا على مين؟ اولا العمارات اللي بتتبني، العمارات الخاصه دي ما بيبقالهاش مهندس استشاري، يعني ما بنرجعش الرسومات والكلام ده وبياخدوا عليها موافقه. هنا العيب على المقاول، العيب على صاحب العقار، نحاسب مين؟ هقول لحضرتك في البدايه خالص، اي عماره بتترخص ما بيحصل لها حاجه اسمها مطابقه عشان ادخل فيها مرافق. تمام، للمواصفات المصريه للبناء. ما دام حضرتك العماره مش مترخصه فلا تتحدث معي يا استاذ العزيز عن اشتراطات اذا كان هو ما عندوش رخصه. تمام، يعني مفيش. طب واللي عنده رخصه مثلا بسبع ادوار وتلاقي العماره ما فيهاش اللي احنا كل اللي احنا اتكلمنا عليه، هتلاقي حضرتك الرخصه اللي سبع ادوار دي عشان يبدا يكمل عليها ما الاحياء والاجهزه المعنيه ما بتستلمش منه سبع ادوار اصلا الا باشتراطات الادفاع والحريق. وبعد كده ما بياخد المواصفات ما بيحقق المواصفات بتاع ادفاء الحريق بيبدا يرفع الادوار المخالفه. نعم، بال حضرتك. فهي المساله طبعا يعني في الاخر صعب. طيب خليني اسالك سؤال صريح ومباشر، يعني احنا اتكلمنا مع المهندسين واتكلمنا مع مسؤولين او المتخصصين في شغل الادارات المحليه، الحل فين؟ احنا عندنا ارواح ممكن تزهق او ازهقت بسبب حاجات زي كده، احنا لسه ما اتكلمناش على المحلات اللي في الشوارع اللي غير مطابقه بقى، الفاترينات الكبيره وكميات الاضواء العاليه ده والمس الكهربائي اللي بيحصل، يعني الاشتراطات الامنيه للمحلات مختلفه كمان. يعني هنا احنا محتاجين ايه؟ عندنا قوانين لكن شايفين ده بيحصل، ايه المفروض يحصل؟ بص يا فندم، عشان نعالج اي حاجه بشكل يعني محترم لازم نريح حاجات معينه. ايه هي بقى؟ نريح احتياجات الناس. انا لو في منطقه يغلب عليها المنطقه مثلا التجاريه، نعم، يبقى مشكوره الادارات المحليه بتعمل حصر كامل وبتنزل مهندسين حتى لو بتكلفه بدون تكلفه عشان تحافظ على ارواح الناس وتحافظ على ممتلكات الناس. يعني مساله السوق التوفيقيه قبل حتى العماره بتاعت فيصل دي، ما هو مكان تجاري ومرخص تحت سمع وبصر المسؤولين. صحيح، وحصل في حريق، يعني مش هقول عماره سكنيه ومخزن فيها مخزن فيها مواد قابله للاشتعال او شغال فيها مصنع تحت، سواء مصنع ملابس ولا حاجات برضه قابله للاشتعال. انا بتكلم في حتى في الاماكن التجاريه اللي على الدوله دور كبير جدا. صحيح، ان هي تتحرك عشان حمايه الارواح حتى بلا مقابل. لان الارواح اكثر اهم من الفلوس. صحيح، وتشتغل مراكز البحوث وتشتغل، ممكن نعمل مشاريع للطلبه في كليات الهندسه وكليات المعنيه بالحصر ان هم ينزلوا يعملوا حصر للكلام ده ويودوه للادارات المحليه، والادارات المحليه بعد كده بتتخذ اجراءات حتى لو من غير فلوس خالص عشان حمايه الارواح. فالمساله مساله بحثيه ومساله تتبناها الدوله، لان خلي بالك
انا ما بعملش مخزن او ورشه او مصنع او حاجه تجاريه او اداريه وفي دماغي خالص اللي انا حري واشتراطات وكلام ده. طبعا هو ده هو المفروض يحافظ على ماله لان ده بالنسبه له مال، لكن هو ما بياخدش باله من حاجات تانية او شايفها مكلفه، لكن بعد كده يعني زمانه بيضرب نفسه دلوقتي لانه حاجات زي دي كانت هتوفر عليه ملايين. هقول لحضرتك هو واخد باله من كل، بيخاف على ماله طبعا، اكتر واحد بيخاف على ماله اللي هو المستثمر طبعا، هو واخد باله قوي، بس كل فكره بتجيله عشان حمايه ماله بتساوي الناحيه الثانيه فلوس قد تؤثر على راس ماله او تاثر على نشاطه. صحيح ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك، انا لو انا بقى عندي وحده صناعيه في منطقه صناعيه مكلفه جدا عشان اخدها عشان ارخصها عشان وعشان وعشان، فانا بقول ايه؟ اوفر واعمل مخزن، او اعمل وحده صناعيه تحت بدروم 1000 متر اجيب شويه المكن بتوعي ومخزن مرافق ليه وبتاع. فالمساله يبقى احنا هنا لازم ندور على بدائل تكون ارخص ومناسبه للناس علشان ما يلجاوش لهذه الاخطاء. عشان انا بشكرك يا باشمهندس، معلش انا وقتي خلص، بشكرك باشمهندس راضي محمدين عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ومعي اخيرا المهندس وائل عبد الوهاب الخبير التطوير العقاري. باشمهندس وائل تحياتي. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ خليني اكلمك بصراحه، احنا دلوقتي اي حد عايز يروح يشتري شقه يشتري، يعني مش هنتكلم عن الناس المتوسطين، بيضطر ان هو يروح يشتري شقق اللي هي المبنيه الاهالي اللي احنا بنقول عليها اهالي او الشركات العاديه من غير ما يبقى مراجع بقى اشتراطات سلامه وغيره وغيره. احنا ما بنتكلمش بقى على الحاجات الغاليه اللي ناس قليله جدا تقدر عليها. ازاي اشتراطات السلامه دي برضو بتكلف فلوس واللي بيدفعها المالك في الاخر، ازاي اطور هذه الفكره؟ لازم تبقى في منظومه رقابيه، يعني يبقى لازم في منظومه رقابيه ما تعديش، يعني لو عدت من الامن الصناعي ما تعديش من المحليات، ما لو عدت من المحليات ما تعديش من، يعني لازم يبقى في متعدده النقاط. قصدك ان بالضبط. كذا جهه بتراقب، فلو عدت من جهه ما تعديش من الثانيه. بالظبط كده. نعم. فانا شايف ان هو لو حصل رقابه مزدوجه او ثلاثيه على اي وحده قبل توصل لها المرافق لازم تقف فورا. نعم. وممكن يحصل مراجعه شامله زي ما خطه الدوله بتعملها الفتره اللي فاتت، ان تتعمل شهاده لكل، او زي بطاقه لكل وحده سكنيه طالعه في المجتمع، يبقى في شهاده. نعم. طب ما هنا برضو يعني اسمح لي يا باشمهندس انا اكلمك زي ما الناس بتتكلم العاديين، هيقول لك ما انا بقى هنا بيروقراطيه ولازم ثلاث جهات واخد مواعيد واستنى مواعيد، وممكن بقى نفتح باب تاني للفساد، يبقى عايز اراضي الناس دي عشان تخلص. يعني ده اللي بيدور في في في, في دماغ الناس العاديه اللي في الشارع. يجي المالك يقول لك ما انا اشتريت الشقه كده هيكلفوني فلوس تاني عشان ادخل اجهزه انذار ولا عشان ادخل اجهزه حريق. انا بتكلم بقى على الناس العاديه. بص يا فندم، خلينا نتفق على اتفاق، اي حد عادي لازم يحمي نفسه قبل ما يحمي قبل ما، يعني هو بياخد الموافقات دي لحمايه نفسه وحمايه الارواح والممتلكات اللي عنده. طبعا. ها؟ نعم. كمان الموظف اللي قبل المخالفه دي لازم يتحط عليه علامه شرطه كده، يعني يتقال عليه ان هو خلاص ده موظف زي السمعه، ما يشتغلش في اي حته تاني، يمنع ترخيص مزاوله المهنه. نعم. المهندس اللي اعتمد الورق لازم يمنع من ترخيص مزاولته للمهنه، لان هو ده بيضر بالمجتمع ككل. نعم. نعم. انا لما روحت الاسبوع اللي فات كنت في العاصمه الاداريه، العمارات معموله ومعمول سلم طوارئ ومعمول كذا كل الاشتراطات معموله. طب ما الناس ما طبيعي لازم كان يحصل كده، والعمارات القديمه كان بكده، عمارات وسط البلد القديمه كانت كلها صحيح كده. صحيح، كان فيها سلم هم بيقولوا عليه سلم خدم، لكن هو الحقيقي هو ده كان سلم طوارئ للهروب. نعم. انا بشكرك باشمهندس وائل عبد الوهاب خبير التطوير العقاري، شكرا جزيلا على وجودك معانا. بشكر كل ضيوفي اللي كانوا معايا من الخبراء على الهاتف، وبشكر ضيوفي على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ملف هام جدا، احنا بنتكلم على ارواح بدايه ثم يليها ممتلكات، بنتكلم على حاجات بتكلف، لكن في النهايه التكلفه دي عشان نحافظ على ارواحنا وارواح من نحب وعلى ممتلكاتنا بعديها. اتمنى الملف ده لا يترك بهذا الشكل، وان يكون
كثير من ضيوفي قدموا توصيات كثيرة، أتمنى أن يكون هناك من يستمع لها. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، همزة وصي دائما معاكم، ودائما بنقدم مواضيع بتدور في فلك حياتكم وانتم دائما بتشاركونا في التعليق عليها. شكرا لكم، وبقول لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحياتي حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.